وللحديث عن مهرجان الأخوة الإنسانية ينضم إلينا الأستاذ ياسر القرقاوي، مدير إدارة البرامج والشراكات في وزارة التسامح والتعايش عبر برنامج مايكروسوفت تيمز. حياك الله معنا في نشرة علوم الدار أستاذ ياسر. حياكم الله، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وحقيقة نشكر كل القائمين على هذه القناة الرائعة، وشكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذة فوزية. العفو أستاذ ياسر. بداية لو نركز على شعار الدورة الأولى لمهرجان الأخوة الإنسانية، الأخوة الإنسانية على أرض الواقع، ماذا يمثل هذا الشعار؟ يمثل ذلك تجسيد توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، لأن تكون كل عناصر الوثيقة الإنسانية هي عناصر حقيقية موجودة على أرض الواقع. ونحن في دولة الإمارات، هذه الدولة التي سطرت نجاحا جديدا بتخصيص هذا اليوم، اليوم الرابع من فبراير من كل عام، على مستوى يعني على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام، بأن يحتفل كل البشر من خلال طبعا اعتماد اليونايتد نيشنز أو الأمم المتحدة لهذا اليوم، اليوم العالمي عالمي للأخوة الإنسانية. لذلك جاءت يعني أو جاء اختيار هذا اليوم الذي تم فيه التوقيع ما بين يعني قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بابا الفاتيكان، والدكتور أحمد الطيب يعني شيخ الأزهر، لكل يعني العناصر التي تتفق عليها جميع الأديان، بما يعني يؤكد عنصر مهم وهو عنصر الأخوة الإنسانية ما بين جميع البشر. نعم، هذا بالنسبة للشعار. المهرجان أيضا يتضمن عشرات المبادرات والفعاليات على مدى 5 أيام، لو تحدثنا عنها. المبادرات نقسمها إلى قسمين رئيسيين، فهنالك مبادرات فكرية ثقافية، وهنالك مبادرات أخرى مبادرات جماهيرية واحتفالية. أما الفكرية الثقافية فأهمها المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية ومنتدى الأخوة الإنسانية في عيون الشباب، ونضيف إلى ذلك منتدى آليات تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي، بحيث أن كل الجهات الحكومية سواء كانت الاتحادية أو الخاصة أيضا تحتفي بهذا اليوم وبهذا النشاط المهم على مدى هذه الأيام الخمس. أما الفعاليات الجماهيرية والاحتفالية، فطبعا سنشجع نحن في وزارة التسامح والتعايش كل المؤثرين في المجتمع من فنانين ومثقفين ومفكرين وعلماء وغيرهم على تقديم رسائل إيجابية مهمة للمجتمعات المختلفة. طبعا الكل يعلم بأن دولة الإمارات تضم تحت رايتها أو تحت مظلتها مجموعة كبيرة من المجتمعات المختلفة المهمة حقيقة. فهنالك مجتمعات عربية، مجتمعات آسيوية، مجتمعات أوروبية، ومجتمعات يعني أمريكية. كل هذه يعني كل شعوب الأرض تنصهر على أرض دولة الإمارات، لذلك لابد ومن المهم أن يكونوا هؤلاء أيضا سفراء لدولهم، وسفراء يتحدثون عن هذا التمازج والتناغم ما بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة تحت القيادة الرشيدة. جميل. الأستاذ ياسر القرقاوي، مدير إدارة البرامج والشراكات في وزارة التسامح.